ما قلتي لي شو عم تدرسي؟ ما بخصك. بس يا بنت عن جد قلك بلا تهذيب، قومي فوتي على اوضتك. ولا هيك كنت عم فكر اعمل. لا 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 لا، هي ما قلت للتهذيب. اذا بتفوتي على اوضتك او بتتخانقي مع امك بسببي انا بزعل كثير. إيه انت اوعى تزعل، لبقلك. هيلدا فوتي عيطي لها خليها ترجع. فوتي عيطي لها خليها ترجع. يا عمي شو بدك فيها؟ مش شايفك كيف قاعده مثل الربوع علينا؟ هيلدا اذا ما بتفوتي بتعيطي لها انا هلا بفل. ايه شو صار لك انت كمان؟ شو انت اول مره بتتجوز مره تانية؟ ليش اهلك ما بدو يتقبلوا الفكره؟ بعدين حتى لو كان جوزك الاول بيقربك، انت ارمله لك 10 سنين وبحق لك ترجعي تتجوزي عن جديد وتفرحي ببيبي يملي عليكي حياتك. اذا البيبي اللي ببطني طلع صبي رح سميه سهيل على اسم ابن اللي خسرته، واذا كانت بنت بتسميها انجو على اسم صديقتك المجنونه. دخلك شو عائلته لفرنسوا؟ بوانيي. انجو بوانيي، حلو، اسم فرنسي 100%. بس سهيل مش ضابطه معه العائله. المهم شو ما كان، صبي او بنت، باذن الله رح يخلق اولادي بلبنان ورح ربيهم هون ورح طلع لهم جنسيه لبنانيه. ايه حلوه الاحلام، خصوصي الاحلام المستحيله. عشي معنا. مني جوعانة. فوتي عدي. هلا تفتح شهيدك مع أول لقمة بطعميك إياه مني تاني. ليكي بطل بك أنت، بتعرفي أنا ما بمزح بهذا الموضوع، اعتذري منه. عم قلك اعتذري من حسيب. ما بدي. راسك صاير كتير كبير ولك أنا بطل بك. لا 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 لا، القمر ما بيضربوه، القمر بيغنجوه. هلا فرشيك. لا ايه ده، اتركيها انا مني زعلان. الو لين، تعي بسرعة على البيت. شو؟ اوكي حبيبتي اوكي. شو بكي حبيبتي؟ مين اللي اتصل؟ هيدي اختي لوري عم تبكي، بدياني روح هلا على البيت. شو بها؟ لا عم تبكي. ما بعرف وحياتك ما سمعتها، ضجه كثير قويه وموسيقى كثير عاليه. لازم تطلعي لبرات المطعم حتى تسمعيها على رواق. حياتي بليز، لازم روح شوف شو بها بالبيت. هلا ما بعد السهره بقولها. بليز حبيبي سوري، بعرف انه عمل عزيمه كرمالي، بس كيف بدك اياني انبسط واضحك واختي عم تبكي هونيك بالبيت؟ طيب طيب رح رافقك على السياره. لين؟ شو بك اجيت بكير؟ وين لورا؟ شو بها لورا؟ ما بها شي لورا، بأوضتها مثل القردة. لورا؟ لورا هلا أنا لين مستحيلي. شو في حبيبي؟ شو في؟ شو بكي؟ ليه عم تبكي؟ خبريني شو بكي؟ روقي حبيبتي روقي. قوم لأنه هلأ بده يركب مشكل. قلو أول ما قلو آخر. قوم 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 قوم. خدني من هونين، مش طايقة أعيش بهالبيت، مش طايقة أعيش مع أم مبتوعة. بدها تجبرني عاد مع صاحبة وسيرو كمان. بدها تجبرني اعمل مثلي بالقوة. بتضربني لين. شو؟ بتضربني. شو؟ لا يا ست هيلدا زدتيها كثير. ماما ماما وينك؟
فلو عرفت غلطتها وهربت، ما بدها توجهني لورا. ما بدي اياكي تبكي، انا حدي كون لاحميكي، مش رح اتركك ابدا. انا خايفه لين، ما بدي اعيش بهالجو، بدي اكون شاعره، بدي اكتب، بدي اعيش ببيت نظيف بجو هادي. ليش ما بتستأجري بيت وبتبلشي حياتك معي عن جديد؟ ليش ما بتتركي هالختيار بتتجوزي أندري؟ يا ريت القصة بهالسهولة اللي عم تحكي يا لورا، يا ريت. قومي غسلي وجهك، صار لازم أحكيك وخبرك الحقيقة مثل ما هي. يلا. هذا الشيء اللي بحبه فيها. مش قادرين نعمل لها شي. ومع هالسنين صار بيك يشرب أكتر وأكتر لحتى صار عنده أدمان للكحول، وصار يوعى الصبح ويروح على شغله سكران. ما طولت القصة لحتى عرف صاحب الشغل وشحطه، وصار بينا زلمة سكرجي وبلا شغل. كنت عم راقب من المطبخ، كان كل ليلة بيك يعزم حدا جديد على العشاء، والمصريات اللي كان مجمعهم بلشوا يخلصوا وهو مش منتبه عشي. هيلدا هيلدا يا عمي شو بيك؟ وطي صوتك. وين المصريات؟ أي مصريات؟
كان في بجيبتي 50,000 ليرة وينه؟ فتشت بجياب البنطلون اللي كنت لابسه ما لقيتها. يا عمي امبارح اشتريت فيها قنينتين ويسكي، شربت وحده امبارح واليوم عم تشرب وحده. شو عم تستهبليني هيلدا؟ فكرتيني سكران؟ وين ال 50,000 ليرة عم قلي؟ لك يا عمي قلت لك شريت فيهم ويسكي، شو بيك؟ انا بفرجيك. سيح من دربي بدي خلص ربيع. شو المشكلة؟ روح من عندك سيح هيك قال لك. اتهمني انه اخذت له 50,000 ليرة وهو امبارح اشترى فيها ويسكي. هالمشكلة بسيطة، هالمشكلة تعال يا خليل روح جيبنا 3 قنينة ويسكي مع سيح. لا يا زلمة خليها علينا، ما انت ببيتنا. تفضل تفضل ارتاح ارتاح. تفضل هلا بنسقيك كيس ويسكي وبنفك انت وجوزك. تفضل. بسيطة بسيطة. وهيك جرفت امنا بهالجو وصارت تشرب كل ليلة مع بيك اللي فجأة بطل يضربها لأنه أكيد صارت تصرف على البيت وعم مشروبه كل ليلة. وانت أختي شو اللي خليكي تغلطي مع رجال ما بتحبي؟ ما بحبه؟ يا ريت بس ما بحبه، بقرف منه ومن ريحته، بكره غيرته العمية وتحكمه فيه كأنه شاريني. مظبوط، ما هو شاريني، أنا بعته حالي كرمال جيب دوا لبيك المريض. اعتبرت اللي عم بعمله تضحية وعمل خير مع أهلك، وهن طنشوا وما عادوا يسألوني من وين عم تجي المصاري ولا وين رايحة ولا يا ساعة مسربة. كان كل همون ياخدوا مني مصاري وبس. لورا أوقات الحياة بتكون كتير قاسية علينا وبتخلينا نغلط. ما عم برر الغلط اللي عملته، بس كل غلط وإله ظروفه، هأمل إنه يتصلح. بطلب منك تطولي بالك علينا وتتعلمي من أغلاطنا لحتى ما يصير معك زيت شي. مرحبا، قريت إعلان بالجريدة إنكم بدكم مربية، وكنت أشتغل عندي عائلة أنا ومربية ولادي كتير ولاد ولادي، إذا في شيء إنه مرسي كتير، نرجع نتصل فيك. الله معي. إنه معقولة وظف مربية عمرها دهر؟ اسمي ليلى، عندي خبرة 10 سنين، كنس بمسح بجدي وكنس شاطرة كتير، بحب كتير الولاد الصغار. الصغار شو حلوين شو مهضومين، بحب كتير الولاد الصغار. دي دخلوا دخلوا تاو تاو تاو، دخلوا الصغار شو بحب الصغار أنا، دي شو بحبوني بحبهم، دخلوا تاو تاو تاو، شو حلوين الصغار. مرسي مرسي كتير، مش عم تصل فيك، الله معك. شفت الولاد كيف خايفوا منها؟ كتير بشعة. شو بتحكي وانت كتابة ماني تعبانة؟ كيفكم؟ انا جاي اقدم طلب عندكم وما بعرف، لانه انا مربية عائلة وعندي عائلة اولاد وبحب الاولاد كتير وبغني جنوب لاعب وعندي مرسي 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 حبيبي جاي اقدم طلب. لا اذا بتريدوا يا خيي جاي تقدم. لو اي انه اكيد توقعتوا مني اني ارفضه،
معقول يجيب مربية بدها جرافة لتهزها؟ هيدي المربية رقم 16 اللي عم ترفضها اليوم. كم واحدة بعد فيه؟ في Do you speak Arabic or English? English yes, but Arabic شوي. بعتقد هي اللي بدي اياها. خبرة 8 سنين تربية ولاد، جاردوري، بعدين مدرسة. سبيتها بعقد وبتحكي انجليزي كثير منيح، شو يا نبيل؟ وصغيرة مش كبيرة، ولك وين؟ ضعيفة مش ناصحة، وحلوة مش بشعة. يلا ما بقى عندك حاجة ترفضها. أنا برأيي جربوها فترة وقرروا على أساسها. شو يا برو؟ إنه هي عم تقول إنه بتحكي انجليزي. بس يمكن لا بتقرا ولا بتكتب انجليزي. انا معود اقرا لهم كل ليله قبل ما يناموا. Do you read and write English? Yes, madam, I can speak and write English. حلو، ما بقى عندك حجه. شو نبيل؟ صار لنا اسبوع بنعمل انترفيو، بليز نقي حدا، اعطي فرصه لحدا يجرب لانه اوكي. بنجربها اسبوع وبعدين بنشوف. Thank you. Congrats. Bye. يا استاذ صرت مفرجيك نص شاليهات المشروع ما عم بيعجبك العجب. طالما الشاليه مش حضرتك اللي رح تسكن فيها، ليش ما بتجي صاحبة العلاقة وهي تقرر اللي يناسبها؟ صاحبة العلاقة شخصية مهمة كتير، ما عندها وقت تجي تبرم على شاليهات، مشان هيك وكلتني إلي أنا. وطالما صاحبة العلاقة شخصية كتير مهمة، ليش ما نقيت شاليه سويت بدل هالشاليه سينجل تقريبا أرخص شاليه بهالمشروع؟ ما بقدر اقلك ليه، هالشخصية عندها ظروفها اللي بتفضل انه تبقى سرية. المهم هلأ عجبتك هالشاليه؟ اوكي اتفقنا، بدي اياها تكون جاهزة بأسرع وقت ممكن، لأنه الست ما بعرف اي متى بتقرر تجي تسكن فيها. بدي نظافة تامة، وبدي البراد يتعبى بكل أنواع العصير والمشروبات، وبدي أرقام السوبر ماركت والمطاعم والصيانة وكل شيء بهالمشروع ممكن الست تعوز تتصل فيه ينحطوا على ورقة مرتبة حد التليفون. أوكي؟ كل شيء حكون جاهز على الوقت، فيك تفضل معي نحضر كونترا؟ تفضلي. اي ساكو عظيم، اكيد حجزها. اه جبت لي كونترا. لك يا عمي شو هالساكو انت. انت ساكو انت. اوكي يلا نطرتك. غريب كيف ساكو لقى شاليه بمشروع اللي بتشتغل فيه لين، ولين قالت لي انه مفول.
لبستيه وبعد؟ لا لا ما تفوت. ما أنا جوزك. بس مش جوزة أنا. أوبس افتكرت لوحدة جوا. ناطرك بالسيارة. وجيتي على السيارة وبستك. كانت ريحتك مثل العادة يا سميم. قلتي لي بوقتها إنه أجمل إحساس بتحسي لما بتكوني عم تعرضي أزياء. وأنا حلمك تصيري عارضة عالمية تسافري على كل البلدان. بس إنه ما بدك تحققي حلمك. لأنك بدك تكوني معي بالشركة. تكون تحت نظرك كل الوقت لأنك بتغاري علي. أنا كنت أنبسط بغيرتك. بس ولا مرة خبرتك هالشي لأنه أنا كمان كنت غار عليك وخاف أخسرك. وخسرتك. يا ريتني خسرتك لأنك مسافرة. أو لأنه شهرة حرمتني منك. كانت المصيبة علي أهون. صدقيني يا قلبي كانت أهون. أمبرو رح تعتم الدنيا لازم ترجع البيت. أمل ورامي ناطرين باد تايم ستوري. فإذاً بهالجمعة بنقل على الشاليه. شو بعد فيه؟ البيسكليت. بس ما قلتي لي قد ايه البادجت. أرخص شي. وإذا بتلاقي لي شي بيسكليت حرتوقة أو قديمة بيكون أحسن. أوكي. وأنت بدي أغير لك اللوك تبعك وردك أنجل الهلوب اللي أنا بعرفها. إيه تضربي؟ صار لي 3 سنين فرد موديل. قريباً صديقي قريباً. وين خالي ومرت خالي؟ راحوا على الكازينو عندهم كونسرت عم يحضروه. وأندري؟ أول مرة منلتقى ببيت. هيدا بيت ناجي دكتور شهين. قلت له بدي شوفك عروة. عرض علي بيته بس هو مفكر لغير أسباب. وليش ملتقينا عندك بالبيت؟ بدي أحكيكي بروا. هي القصة كتير جدية لين. ماني بوضع امزح هلا. بدي احكي بقصتنا بعلاقتنا مش معروفة اذا هي حب او صداقة او تسلاية او حتى تعبية فراغ. ليش عم تحكيني هيك؟ لاني زهقت. زهقت من مزاجيتك. زهقت تشوفيني ساعة اللي انت بدك تشوفيني مش ساعة اللي انا بدي. زهقت تلفنلك وتردي ساعة اللي انت بدك تردي. زهقت اعمل مشاريع واعزم اصحابي وتلغي اخر تكي وكل مرة بحجة. اندري انا بنت بشتغل مش فاضي كل دقيقة رد على التليفون. وانت بتحب تلفن على عدد الدقايق. بعدين وين عم بلغي مشاريع؟ مساقبة هاليومين كان عنا مشاريع مع العيلة. صار لي سنة انا وياكي وكل مرة بجد اشي باخر تكة. سيد الحقيقة انا عم حذرك اني بلشت افقد اعصابي من هالحركات. يا بدنا نكون مع بعض مزبوط يا بلاها هالعلاقة كلها. كيف يعني؟ يعني صرنا بالقرن ال21 وبالاسم نحن سوا. بتسمي البوس اللي عم تعطيني اياها علاقه؟ فكرك مش حاصل على بنات قبلك؟ انا مطول بالي عليك لاني بحبك. بس وبعدين؟ اندري انت بتعرف اني بحبك اكثر من روحي. بس انا بنت تربيت على التقاليد وما في اتخلى عنها فجاه. بدي علاقه تصير بالحلال. ما بدي شي يصير بالحرام.
عليك. سوري سير، وات ديد اي دو؟ يا بلا مخ، كيف تحمليها هيك؟ معقولة حملتيها ورا ظهرك كأنها شي كيس بطاطا؟ إذا أنت بتحملي ولادك بهالطريقة أنا ممنوع تحمليهم هيك، فهمي؟ شو في؟ شو بك ماما؟ الأولاد بهون شي؟ فهميها لهالبيبي ستر اللي بتحكي إنجليزي إنه ممنوع تستعمل أساليبها مع ولادي. كانت حاطة أمل ورا ظهرها، المنيح اللي ما اختنقت بهيدا الشيء اللي لفتها فيه. هاتي رامي، أنا بعطي البيبروني، روحي انت ارتاحي. بدك تطول بالك يا ماما، بعدها جديدة. بيبي ستر. ما في شوف هالمناظر. شوف شوف، هون لحظة خبروه انه مرته ماتت. ديعانا كنزورها ببيتها واعمل لها شعرها، كانت مثل القمر ومهضومة وكلها حياة، مشان هيك لهلا بعده بحبها. لهلا شو؟ لهلا لأنه بعد ما تعرف علي. بنت خالي؟ أوقات بحس فيكي وشي. هي هاتوا اجا حضر. ساكو هون؟ إلك زمان ما طلعت، شو أخبارك؟ منيح منيح مرت خالي، بهالشغل بالسالون مش عم بفضى. كيفك خالي؟ أهلا. شو؟ كيف كان هالكونسرت؟ كتير بريح، حسيت حالي طايرة فوق الغيوم. تخيل؟ يعني انبسطتوا؟ كتير مهم نظهر من الوقت للتاني لنرجع نعبي مشاعر وأفكار. هاي لطشة لقلي بابي؟ طيب انا رح امشي. خليك تعشى معنا، رح اقول لريم تجهز الاكل، انا مخوره من الجوع. خليك. ويلي كومودو was lurking in the grass. He was creeping around looking for some mischief to do, and he didn't want anyone to see him. His nose was just covered, so were his clothes and his tail. كل عمرك تكتبي هون، كل مؤلفاتك كتبتيها هون بهالمكتب الصغير اللي بتزر بحالك فيه ليل نهار. ما عم بفهم ليش هالمرة بدك تعيشي لوحدك لتقدري تكتبي. لك يا ماما، أنا ما قلت هيك، أنا عم بقول إنه عم بعاني من جفاف بالأفكار بالمشاعر بالخيال، عم بعاني من روتين الأماكن الأصحاب الأكل، ولكن لوك هيدا زهقت منه، عبالي غيره، قلي 3 سنين مكبشي فيه. بعدين حسي قعدتي بشاليه رح تكسر لي شوية روتين. بعدين سويقتي لبسكليت رح ترجع لي نشاط أنا فقدته عقلة الحركة والخمول. طيب ليه ما بتقلي لنا وين مستأجرة هالشاليه؟ يا ماما لأني بعرفك وبعرف البابا وبعرف خيي أندري، رح تقضوها رايحين جايين عندي بحجة إنه ناقصني شي. ساكو؟ أنت بتعرف وين مستأجرة هالشاليه؟ لا مرت خالو، إذا إلكم ما قلتكم رح تقلي لإلي؟ ماما ماما، انا كل اللي عم بطلبه انه بدي اعيش على رواق ولوحدي هالفتره، بدي اعرف شو سبب هالمشكله، ليه ما عم بعرف اكتب، ما بدي اشوف شيء، ما بدي اشوف حدا، يمكن بدي اسمع صوت الموج، بدي اشوف رمل البحر، ما بعرف، بدي اقعد لحالي. انجو معها حق، اوقات الكاتب لازم يدخل لاعماق ذاته ليطلع اشياء مخبيه ومدفونه ناطره مين ينبشى، وهالشيء ما بيصير الا بالوحده والتامل والتركيز. متعي لوحدك يا بنتي، وانا اكيد انك رح تكتشفي عالم جواتك انت ما كنت عملتي له حساب، راح يساعدك بتفجير ابداعاتك. ولك يا بابا، ما في حدا غيرك بيفهم علي مزبوط بهالعيلة. شو يا مان؟ كيف كانت ليلتك؟ كان عليك خبرك كيف كانت؟ ثانكس دوك. بس ما يروح خيالكم لبعيد، ما صار شيء. ما صار شيء؟ اساسا اذا ما صار شيء الليله بيكون صار امبارح او اللي قبله او اللي قبله او اللي قبله. تشيرز جايز. يا شباب، لين بنت مهذبه وانا عم فكر اتجوزها.
لدرجه تعلقت فيهم. رح سافر وقلبي وروحي معهم. بس هلا في الفلبينيه وفي المرضى سعاد. دخلكن هالسعاد صغيره بالعمر وحلوه وناعمه. راضي عنا نبيل؟ الله يساعد ابني. ليش هو ايش حدا كل يوم الصبح بيوعى بيروح على المقبره ما بيرجع الا ليحكي لاولاده قصه قبل ما يناموا. وهلا حاطط راسه براس كوني بده يغيرها. قال ما عم تعرف تهتم بولاده بده يطفشها. كوني كوني come here. Yes sir. I think he needs to change his diapers. Okay sir. شو عم تعملي؟ حطي صنيان. عملي بكتافه مزبوط. Okay. ماما حق بيناتنا يعصب نبيل هيك بيربو. منيح ما كان هون وشافها. بلش العد العكسي صديقتي. الخطة جهزت وبلشت بالتنفيذ. فإذا رح بلش عد من تاريخ اليوم إنه بلشت بتنفيذ الشرط. Exactly. دخلك قد إيه قلت لك؟ 6 أشهر؟ قلت لي 4 أشهر. شو؟ بلشت ساعتك بنفسك تنهار؟ يلا بسيطة، على كل حال قبلاني معك تخليه ينغرم فيك ب 6 أشهر. إيه لا، قلت لك 4 أشهر يعني 4 أشهر. مش أنجل بتغير بكلمتها. أساساً أنا حاطط له شهر وراح يخون ذكرى مرته. We will wait and see. أنا مطرحك بقول We will wait and pay. دخلك ذكريني عقديت شارتنا؟ بعرف إنك مش راضية بس أنا اضطريت عزفهم. حياتي الأولاد بحاجة لمرة ما فيك تنكري هالشي. أنا لازم أرجع شغلي كرمالهم بس رح أرجع أعيش وأتنفس وأشتغل. بس أنت بتعرفي لو القرار بيرجع لألي كنت بفضل كون هون حديكو معك. على فكرة وصيت لك زرعوا لك شجرة ياسمين هون ببيتك الجديد. بعرفك بتحبي ريحتها. ما عم تاكل حبيبتي؟ مش كثير جوعان. اذا مش عجبك الاكل هون خلي الشباب بالمطبخ يعملوا لي غير شيء. ها او في شيء معين طالع على بالك؟ بتعرف احس حالي تعبانه عبالي روح على البيت. يعني ما رح نطلع على الشاليه؟ انت مش طبيعي يا زلمه. من شو معمول؟ الشباب ما عندهم هالحيويه اللي عندك اياها. اي شباب؟ منين بتعرفي انت عم تعملي شي علاقه مع شي شاب حتى تعرفي؟ كيف تحكي هيك حكي يعني؟ لا تكوني عم تظهري من ورا ظهري مع شي شابة. خدي سخطك رح نتجرس. بتعرف انه انت اول واخر رجال بحياتي. ما بتعرف هالشي؟ وصلي بالسلامة وديري بالك على حالك. وانتي كمان سليمي قد ما فيكي نوعيله بالأكل. حسيته ما عم ياكل منيح. وخلي لعينك على كوني والولاد بعدها ما كتير بتعرف تهتم فيهم. علبيها بليز. حاضر. الله معك. انت ما تعتلي هم. انا بصير بطلع على الولاد وبتلفن بطمنك. بنت أصل يا سوها. ها هيدا وصل نبيل. تقبرني كنت عتلاني عم سافر قبل ما اشوفك. وين الولاد؟
احا فوق بالأوضة معكوني. هلا برجع بودعك ماما. شو بو فايت مش شايف حدا كأنه برغش قدامه؟ نبيل بعده مش على طبيعته. الله يهديك يا صهر. رودولف ايما ما بدي وصيك فيها دخيك. تتحمله شو ما عمل وبتشوف كل أشغاله، وإذا أي شيء صعب ما قدرت حليته تتصل فينا أنا وبيك على طول حدكم. أوكي ماما حبيبي. شو هيدا كوني؟ معقول؟ مين أمك اللي بيبروني؟ مين قالك قديش تحطي فيها؟ مين عطاها البيبروني لكوني؟ مين قال لها تحط فيها 240 ملي جرام؟ 240؟ هالقد حاطة مي؟ نعم، واحذروا كم ملقعة حليب. كم ملقعة ست كوني؟ 1 سبون. عم بتوفر علينا الفلبينية القديرة، وحضرتكم قاعدين عم تتفرجوا عليها وتركينا تفزع بالولاد من دون ما تشوفوا إذا عم تهتم فيهم صح أو غلط. ما بقى بدي بيبي ستر، مفهوم؟ ما بقى بدي بيبي ستر. وانت ممنوع تبقي ثاني حد ولادي. طلعي برا، طلعي برا. بعد ما فتت انت مين؟ انا بعتذر، يمكن جيت بوقت مش مناسب، بس انا شاليتي كتير قريب من بيتكم، فقلت بركي بجي بجرب حظي اذا بعدكم بحاجه لبيبي سيتر. انا قريت الاعلان. وانت بيبي سيتر؟